السلام عليكم، مرحبا بكم مع بشرى كويزين. فيديو جديد، وصفة جديدة إن شاء الله. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غنبدأ لكم الفيديو ديالنا في وصفة وفي جولة إن شاء الله في محل تومسونز. دخلت لقيت واحد لمحبي الأواني ولا المعان، واحد التشكيلة رائع ديال تقريبا بحال الفخار اللي عندنا في المغرب. ما قديتش نقهوهم وقلت ضروري نبارطاجي مع البنات يشوفوه، ومع ان قريب رمضان ان شاء الله. علاش لا، الانسان واخا ياخذ غير شي حاجه يبدل بها الجو وتحسي بايام رمضان ان شاء الله. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. لقيت بزاف تشكيلات، جابوا بزاف تشكيلات هادو بحال هاد الشكل ديال تونس، جايبينهم من تونس وزارين ديال الفخار. جابوا من تركيا، جابوا من اسبانيا، جابوا من ايطالي، يعني ما شاء الله. يعني دخلي تما ما بقاي ما تقدريش تخرجي اكثر، كنتو من محبي البديع والوعود. كنتمنى يعجبكم لا فيديو وتبقوا معايا حتى الاخر، حيت ان شاء الله ابخي هاد الجوله غادي نشارك معكم وصفه ديال لي غوفر اللي حضرتها العائله ديالي في الفطور. نخليكم دابا مع لا فيديو شوفوا، ومن بعد غادي نحضر معكم الوصفه ديال اليوم. بالنسبة لهذا الشكل جايبينه من الاسبانش، في أشكال فنين وعندهم زواقة غزالة ما شاء الله. ما تقولش جاي من الاسبان، أنا أسحب لي غير في المغرب. المهم عندهم تشكيلة رائعة هاد الأشكال هادو ديال الاسبان. كيف ما كتشوفوا هاد زليل فات غزالين، كاينين الكبار كاينين الصغار. الكبار كيديروا تقريبا 8 دولار والصغار كيديروا 6 دولار، يعني بزاف الأشكال كتحيري. المهم هنا كاين لوشوا، تقدري تختاري اي شكل. وكيف ما تشوفوا هادو ما شاء الله ديال تركيا غزالين، وجامعين بعد مرات دايرين جوج زلايف ولا جوج بنيات ب10 دولار. غزالين ما شاء الله، يعني هادو ديال تركيا، يعني فيهم الاشكال بزاف، جبنيات صغار الكبار، فيهم هاد الكيسان اللي يقدروا يضربوا بهم في الايدرو، فيهم العصير اي حاجه، وكاينين هاد الزليفات الصغيورين، يعني في المتناول. هادو دايرين لهم انصومبل ديال جوج ب8 دولار والكبار جوج ب10 دولار. هنا اللي محبين النحاس، واخا ماشي النحاس هذاك لوريجين، ولكن غزالين ديكوراج. كاينين هادو عاوتاني ديال لي كيك ولا ديال الفرماج، تقدري فيهم الكيك ولا الفرماج،
غزالي لاباج ديالهم ديال العود والغطايه ديالهم ديال الزاج، حتى هما فيهم الصغار وفيهم الكبار. كاينين هادو اللي بغيت نوريهم لكم ديال النحاس، كاينين هادو الصينيات بحال ديال المغرب اللي عندنا باليدين غزالين، هادو جايبينهم من الهند، يعني هادو ديال النحاس وهاد الانوكس جايبينهم من الهند غزالين، تم يعني الشكل ديالهم رائع. وعاد كاين لعشاق العود الاشكال والانواع، فيهم هاد لي بلاطو كيف ما كتشوفوا، اشكال هادو ديال تحط فيهم لي فرماج ولا اي حاجه. كاينين هاد الفراقات هادو غزالين، هاد العود كامل جاي ديال تايلاند، يعني لا ماتيير ديالو زوينه. انسان مره ياخذ بياسه ولا جوج هكا ملي يكون، خاطر ماشي ضروري انسان يمشي ياخذ كل شيء، حيت العين سبحان الله العظيم اي حاجه شافتها كتبغيها. كاينين هاد لي زيطاجير هاد الفراقات زوينين، الديكور ديالهم زوين. وكاينين هادو ديال الكيك وتحط فيهم حتى لي فرماج وكل شيء، اي حاجه تقدري تحطيها فيهم. دابا ان شاء الله من الجوله ديالنا غنشارك معكم لي غوفخ اللي حطيتو في الفطور اللي قلت لكم العائله ديالي. هذا هو الفطور ديالنا، شويه ديال الكريو مع لي فخوي وشويه ديال لي غوفخ لي كريب لي كرواسون اللي كان موجود، شويه البيض. المهم حطينا لقسم الله وصافي. قلت نشارك معكم لي غوفخ، عمرني ما شاركتش معكم. اما لي كريب راه فايت ليا، درتهم معكم في واحد لا فيديو اللي فايت سبق. وهاد لي غوفخ كيجيو غزالين ولذاد، رطبين من الداخل ومقرمشين من برا، كيتصاوبوا بالزبده كيجيو رائعين. كنتمنى تجربوهم ان شاء الله. اللي غادي نحتاجوا ليهم في المقادير عندنا ربع ديال الفورص ولا 250 غرام ديال الدقيق البيض، اللي غادي نستعملوا معها 250 مليلتر ديال الحليب. وهنايا عندنا سكر سنيده، واحد 30 غرام ديال السكر سنيده، هذيك خماره ديال الخبز ديال الحلوى عفوا، وثلاثة البيضات وقريصة ديال الملح ولافاني، و 125 غرام ديال الزبدة اللي غتكون ضروري خرجناها من قبل من الثلاجة رطبة بحال بوماد. صافي غنديرو المقادير كاملين في واحد الجبانية ولا زلافة كبيرة اللي غادي نخلطو فيها. هاد لي غوفخ من الأحسن منك غتكوني توجدي الفطور ولا سبقيهم هما الأولين وخليهم يرتاحو، حيت كيبغيو شوية الوقت يرتاحو عاد تبدا طيب الفطور، خليهم ياخذوا واحد على الاقل واحد ساعه ديال الراحه. صافي كنبداو نخلطوا الخليط ديالنا بالحليب. الحليب ندفيه واحد شويه باش ما يكونش بارد على العجين، باش دغيا تجينا العجينه زوينه ورطبه وتكون دافيه، ما تبقاش بارده ما تطلعش لينا. صافي كنخلطوا هكا غير بالفويكه، وكنبداو نزيدوا تدريجيا الحليب ديالنا حتى كنحصلوا على واحد الخليط يكون متناجس بحال ديال الكيك. صافي من بعد ملي خلطنا هادشي المقادير كاملين، دابا غنبداو نضيفو هذيك الزبده ديالنا اللي قلت لكم خاصها ضروري تكون خارجه ورطبه. الا نسيتوها ولا ديروها شويه في الميكرو اوند غير تذوب شوي. صافي ونبداو نخلطو، ندخلو هذيك كميه 25 غرام ديال الزبده كامله في الخليط ديالنا، ومن بعد ملي كنخلطوها صافي كنغطيو وكنخليوها جانبا حتى يرتاح. كيف ما قلت لكم كيف ما عطيناه الوقت يرتاح كيجي احسن.
من بعد ما كيرتاح لينا مده ساعه على الاقل كناخذوا لاباري ديال لي كوف كندهنوه شويه بالزبده غير باش ما يلصقش لينا صافي. وكنبداو نديروا القياس ديال واحد المعلقه كبيره ولا جوج معالق كبار على حسب الحجم ديال لاباري اللي عندكم. ماشي ضروري نعمروها، الا عمرناها بزاف راه غادي يخرج لنا من الجناب. نديروا غير هكا في الوسط صافي، وكنسدوا عليه ونخليوه يطيب على الجوجه على خاطره. كيجيو محمرين ومقرمشين من برا ورطبين من الداخل. نتمنى تجربوا الوصفه وتردوا عليه اخباري ان شاء الله في التعليق. ومن هنا الفيديو الجاي. خليت لكم الراحه دائما، معكم بشرى كويزين. السلام عليكم.